اوكي هلا نحن هون حارفع لك انا هي حرف. نحن فرنا تخصصي انا. دائما اللحم اللي بنختاره بياثر على نكهه الاكل، ويمكن مثل بما انه عم نحكي عن الفيوجن او تاثير المطبخ الفرنسي على طبخنا، قد ايه طريقه الطبخ مهمه خاصه بهيك انواع لحوم؟ كثير اول شيء كثير مهمه نعرف كيف نبلش فيها، كيف نعطيها الكراست للحمه، قد ايه نحطها بالفرن، امتى نشيلها من الفرن، ما تسوي زياده، شو الاشياء بتنكه معها. يعني اكزامبل عم نفوت معها احنا جزر، عم نفوت معها ليكس، عم نفوت معها بصل، عم نفوت معها توم، هون نكهات كلهم بأسرع طبخ اللحمه صح. اكيد والاكيد الانجليزي هي الليكويد، شو بنحط معها ليكويد، الطعمات الموجوده صح، ان كان مرقه اللحمه، ام كان هلا احنا فوتين مع باربيكيو، فوتين مع ترياكي، مفوتين مع شيء اسمه بهارات الفار ايست. رحت انت اسيوي كمان رحت يعني جمعنا رحت رحت عملتها فيوجن طريقه يونانيه على فرنسويه على اسيوي، انا حطيت كل النكهات الطيبه. هلا شاف يمكن اي شخص بياخذ كلمه شيف او بيدرس بمدرسه الطهي طبعا. المدرسه عاده بتعلمنا المطبخ الفرنسي، فبيكون تاثير على كل المطابخ او على اي شيف سواء متخصص عربي او غربي او اسيوي او ياباني. اكيد نحن اليوم يمكن عم نحكي شوي عن المطابخ الاوروبيه بشكل عام، يعني بتروح مثلا على هنغاريا، على بلغاريا، على اليونان، على فرنسا، بنشوف انه في مكونات ما انا متواجده دائما عندنا بالمطبخ العربي. شو مكوناتك المفضله؟ اعطيني باختصار، يعني خلينا نقول شو بنشتري وبنحط عندنا بالبيت بالمطبخ العربي او المطبخ الاجنبي؟ مطبخنا العربي اذا بدنا ناخذ نحن مثلا يعني بحر اسود هي نمبر 1 صح، جوز الطيب ما في اطيب، عن جد جوز اسمه اصلا جوز الطيب صح، بتطيب الاكل بتطيب الاكل. في شيء البهارات، فينا نعمل خليط البهارات، يعني نحن فينا نحط بابريكا، نحن نعملها بالبيت ما ضروري نجيب مخلصين صح. يعني انت شو بتحب اكثر شيء، على شو بتميلي نكهه؟ اذا بتميلي على كثير فيها سويت بتحطي سويت بابريكا مع نسبه البهار مع نسبه ملح صح. اذا بتميلي على حار بتحطي معها شويه فلفل حار، يعني نحن شو بنحب فينا نعمل بالبيت، ما نريد ابدا نشتري اشياء خاصه من برا، حتى ايفن فينا نعملها بالبيت، يعني فينا نعمل الجارليك نعملهم دراي نحن بفرن حراره كثير واطيه، نجففهم نرجع نعملهم على بلندر بصير عندنا باودر.